جيش التحرير الشيعي يقاتل الآن في العراق وسوريا واليمن، والهدف هو محو إسرائيل خلال 23 عام. يعني باعتقادك هذه خطة مدروسة أم مجرد دعاية فارغة؟ أول شيء يسعد مساءك ومساء المشاهدين الكرام على قناتك المتألقة دوما. أهلا بك. وعلى شخصك المتألق دائما. أستاذ الكريم، أنا من وجهة نظري أنه هذه مجرد دعاية إعلامية تستخدمها إيران، تمام، للبلبلة في المنطقة ولتوسيع النطاق الشيعي في المنطقة. ثانيا، أو إعطاء النطاق الشيعي القوة في المنطقة. ثانيا، أنا من وجهة نظري كان الأولى على إيران بدل ما إنها هي تجيش الشيعة لتحرير فلسطين بعد 23 عام، أينها من عام 48 للسنة؟ لأن 2014 أنت 2016 أينها من بداية احتلال فلسطين؟ لماذا لم تفكر؟ أولى لإيران إذا فعلا تفكر في تحرير فلسطين أن تجلس على طاولة مع الدول. على ذكر الرقم دكتور الطيار، هل يعني لك شيء 23 سنة؟ ما أنا بقول لك، يعني الآن 23 سنة فين من 48؟ لماذا هي تفكر الآن؟ لماذا فكرت الآن؟ فكرت الآن فقط لإعطاء القوة الشيعية أو إعطاء الطائفة الشيعية القوة، تمام، في المنطقة. احنا قوية، وبعد 23 سنة مع ازدياد النظام الشيعي أو القوة الشيعية أو الشعب الشيعي أو الطائفية الشيعية في المنطقة، إن نقدر بعد 23 سنة في تحرير القدس. من وجهة نظري كان لو هي فعلا تبغى تتصالح مع الدول العربية، تبغى تتصالح مع دول الجوار حول لإيران، أن كان تجلس على طاولة واحدة مع الدول الإسلامية، السعودية، قطر، الخليج، جميع الدول المعنية في تحرير فلسطين لحلها من زمان، أو تحريرها، أو وضع الخطط لتحرير فلسطين، أو إبادة مثل ما ذكرت إبادة إسرائيل، تمام؟ يعني أنا أعتقد أن هي مستغلة الإعلام، مستغلة ضعف الشعب الشيعي أو الطائفية الشيعية في المنطقة، تمام؟ ومستغلة سذاجتهم، تمام، وتبقى تعطيهم القوة أن إحنا بعد 23 سنة ممكن نحرر. إيران لا تستطيع أن تحرر، لا إيران ولا الشيعة لوحدهم أن تستطيع أن تحرر فلسطين بعد 23 سنة ولا بعد 50 سنة. طيب دكتور الطيار، يعني الحقيقة يعني البدء ربما بالدول العربية هذا يعكس ربما مآرب أخرى، ولكن يعني قصة الضرب على وتر محو إسرائيل هذه ستدغدغ عواطف ربما الكثير من العوام في هذه المنطقة. هل تستفيد، رغم أنك أنت بدأت الحديث بأن هذه دعاية ربما فارغة، هل ستستفيد إيران من مثل هذه الدعايات؟ لأن الأمة فيها بسطاء كثر كما هو معلوم الآن. هي الان ايران تبغى تصالح نفسها اعلاميا سيدي الكريم، تمام، وانت تعلم ان جميع الدول الان هي متجهه ضد ايران، خاصه بسبب مساعدتها للحوثيين ومساعدتها للنظام السوري، تمام، فجميعنا يعلم انه وراءهم ايران، تمام، او الحكومه الايرانيه، طيب، لكن في الاخير المستفيده هي اعلاميا ايران، انه والله انا عندي قوه وحجيش القوة الشيعية لإحلال أو لتحرير فلسطين. استفادة، نعم، حتستفيد إعلاميا، حتستفيد أن تخلي للعالم جميعا يخاف أو يتكلم أو يصير حوار أو موضوع الساعة التجيش الشيعي لتحرير فلسطين. فقط إيران لا تستطيع. أي نعم، أعمل من جميع الدول وأعمل أن إيران تتصالح مع الدول الجوار، مع الخليج، مع السعودية، مع قطر، مع كلنا نعمل، لذا في الاخير نعمل السلام. لا يرضينا ما يحدث الان في سوريا، ولا يرضينا ما يحدث الان في اليمن، سواء في جنوب السعودي او في اليمن طيب هي واضح على كل حال من خلال واضح من خلال التصريحات الايرانيه دكتور الطيار ان ايران تود الاستفاده من
من المكون الشيعي في المنطقة وليس المكون الشيعي ربما من داخل إيران. التصريحات تتحدث عن من يسمونهم بالزينبيين، نتكلم عن المنطقة. نعم، يتحدثون عن الزينبيون من باكستان والفاطميون من أفغانستان والحيدريون من العراق، يعني وكأنه هذا الثقل تريد إيران أن تستفيد منها. ولكن دعني أختم معك بسؤال أخير عن الموقف المتوقع من كل من أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيل. يعني هذه تصريحات كبيرة، تصريحات فيها خطورة على بين ظفرين على وجود إسرائيل على الأقل كما تتحدث أمريكا دائما. شو الموقف الذي نتوقعه الآن؟ شوف حبيبي، أنا أضم صوتك. هو موقف الآن إسرائيل حتعد العدة لهذا الحوار أو هذا الحديث أو هذا الكلام من السياسة أو السياسة الإيرانيين، تمام؟ وحتعد العدة، أو أيضا أمريكا ستعد العدة. ولكن خليني أقول لك، أنا من وجهة نظري إنه إيران يعني أو أمريكا وإسرائيل يعني سيتحركوا في هذا الخصوص، تمام، لمعرفة الحقائق ولتعلم إذا كانت إيران هذا الغرض منها هذه الاتفاقية الشيعة أو الطائفية الشيعية في دول الخليج ودول الجوار. لكن دعنا مع الأيام نرى ماذا ممكن تقدم إيران. ما عندي، وأؤكد لك انه فقط هذا كلام اعلامي تريد منه ايران يعني عمل ضجه اعلاميه انه احنا قادمون من خلال الشيعه سواء في افغانستان سواء في السعوديه او في العراق او في اي مكان، تمام؟ لكن في الاخير تماما لا يصح الا صحيح. ايران بدات تضعف، تمام؟ ايران بدات يعني يعرف الجميع انه ما عندها ماذا تقدم، فاستغلت الفئة الطائفية أو الطائفة الشيعية لاستغلالهم للحديث باسمهم، وإن هي حالة الجيش أو تحرير القدس من خلالهم. الدكتور لؤي الطيار الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض، نشكرك جزيل الشكر.